السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الدقائق اللي جاية هنتكلم على how to scan الليفر باي ultrasound. أول حاجة نتكلم عليها اللي هي التكنيك. طبعا الليفر ده الجزء الأساسي في الأبدومينال ultrasound، يعني العيان محتاج يجي صايم فترة، يعني تتراوح من 6 إلى 8 ساعات. بس نخلي بالنا عن الأكل وعن الشرب. ساعات كتير بقول للعيانين يعني ممكن تشرب مية عادية، بس المشكلة المية بيجي معاها كوباية شاي، بقت شاي بلبن على حتة بسكوتة، الصيام باظ. فحاول نقول لهم يعني ان بي او كاملة، يعني من الميد نايت لغاية مثلا ايه ما يجي لنا الصبح. البلينز اللي بنعملها طبعا الستاندرد بتاعنا التي اس والال اس، الميد لاين، الرايت ميد كلافيكولر، الرايت اكزيلاري. الليفر ده لارجست ابدومينال اورجن، فبياخد كذا بلين. ساعات بنستخدم الاوبليك، سب كوستال، انتر كوستال. سب كوستال هيجيب جزء كبير جدا، انتر كوستال هيجيب الجزء المتبقي، وخصوصا لو كان الليفر سمول سايزد او شرانكن تقريبا ممكن كله يبقى عن طريق السب الانتر كوستال. الانتر كوستال بنمشيه بارلل للريبس، وبنفضل نطلع لغاية لما نخلص الليفر دوم. برضو ما ننساش منطقة البورت هيباتس اللي فيها البورتال فين، سي بي دي والجول بلادر، بنبقى ال اس عليها وتي اس عليها. انت لو مشيت على البليم بتاع الجول بلادر هتجيب البورت هيباتس كويس. طيب الترانسديوسرز اللي بتستخدم طبعا الاساس عندنا هو الكومبكس، عشان محتاجين ديب بنتريشن. في الاطفال الصغيرين ممكن نستخدم مايكرو كونفكس، ما عندناش يبقى التي في اس، ما فيش مشكله. اللينير له استخدامات مهمه جدا، بالذات لو عايز اعلق على السب كابسولار ريجن، وهقول هنعلق عليها امتى. الماشين سيتنجز، اي ابدومينال ستادي او اي الترا ساوند ستادي بنعلق على حاجات معينه. ازاي نظبط البرايتنس، ازاي نظبط الريزولوشن، ازاي نظبط السايز. البرايتنس هيبقى الاوفر اول جين والتي جي سي تايم جين كومبنسيشن، الريزولوشن اف واف، الفريكونسي والفوكس، والسايز طبعا الديبث والزوم. في الاوبيس بيشنت نعمل ايه؟ ودي مشكله بتواجهنا كلنا. انا اقول له خد نفس، ما تاخدش نفس، الحاجات دي يعني مش هيتعاونوا فيها قوي، بالذات لو كان في يعني موربيد اوبيستي. فاحنا نحاول نزود الجين بالذات التي جي سي مش الاوفر اول جين. كل ما ننزل لتحت، دي مجموعه زراير، كل ما ننزل لتحت نزود الجين، لان بيحصل اتنويشن للالترا ساوند. الفريكونسي لو عندي اوبيز نقلل الفريكونسي، لو طفل صغير نزود الفريكونسي. تقليل الفريكونسي هيعمل جود بنتريشن، زيادتها تزود الريزولوشن. فلذلك لو انا عايز اعمل بنتريشن هقللها على حساب الريزولوشن، مفيش اي مشكله. نخلي الفوكس مور بوستيرير عشان نعوض نقص الريزولوشن. طيب الدبس هنعمق على قد ما نقدر. الزوم امتى نستخدمه؟ لما بنقيس حاجه بالمليمتر، يعني زي البورتال بين السي بي دي، عايزين نبص على هل في انتر هيباتيك بيلير ديليتيشن ولا لا، ساعتها نستخدم زرار الزوم. طيب الالترا ساوند بتاع الليفر بنعلق على 5 حاجات، والسكيما دي انا واخدها من الاستاذ دكتور جمال عصمت جزاه الله خيرا، كان علمنا بيها واحنا صغيرين. علق على 3 اس، بعد كده 2 تيوب ستراكشرز، سايز، شيب، سكان، البيلير تري، الفاسكولار تري. وكل واحد له ايه، له كلمه كده في التقرير. يبقى السايز افريج سايز، الشيب هوموجينس تكتشر، السكان مفيش فوكال ايجنز، البيليري تري مفيش دايليتد انتر هيباتيك بيليري، والسي بي دي نورمال، الفاسكولار البورتال فين والهيباتيك فينز نورمال. ندخل فيهم بقى واحده واحده. اول حاجه السايز بتاع الليفر، انا عندي رايت لوب، عندي ليفت لوب، عندي كوديت لوب. في الغالب احنا كلنا بنقيس الرايت لوب ميد كلافيكولار لاين بيربنديكولار على البيشنت، البروب بيبقى بيربنديكولار، خد نفس جامد. بعد كده بنقيس دايجونال من الفيرير مارجن لغايه الدوم بتاع الدايفرام، دايجونال مش دايركت كرينيو كود، لا بميل. نورمال يرمل لغايه 15 15 ونص، لو حتى وصل 16 ممكن نكتب بوردر لاين. تمام. طيب الليفت لوب غالبا ما بنحتاجلوش الا اذا لو حاسين ان الرايت لوب انلارجت، بس شكله اللي هو التانج لايك ستراكشر اللي هو الريدلز لوب او رايدلز لوب، ساعتها نقيس الليفت لوب.
لو لقينا شارب بوينتد انفيرم مارجن خلاص ده غالبا رايت ديزول، لو لقينا هو كمان راوندد وانلارجد يبقى ده هيباتوميجال. طيب المفروض بنقيسه كرينيو كودال معانا لغايه 10 سم وده اف نيدد يعني ده مش ستاندرد. طيب لقيت فيه لوبر ريديستريبيوشن، يعني ايه؟ يعني انا حاسس الليفت لوب كبير ورايت لوب صغير، الدنيا مش ماشيه صح. تمام نقيس ساعتها بقى الكوديت لوب. الكوديت لوب اناتوميكالي بيلعب ما بين الاي بي سي ورا البورتال فين والليجامنت الفينوس قدام. بقيس التي اس وانا تي اس، التي اس بتاع الكوديت لوب عند نهايه كده البورتال ده اخره بعد كده على الرايت لوب، واحط ريشيو ما بين الاثنين الكوديت على الرايت، الكوديت اللي هو ما بين الاي بي سي والبورتال والليجامنت الفينوزم، الكوديت لوب على الرايت لوب المفروض يكون اقل من 65%، اكتر من كده يبقى ده كوديت لوب هايبرتروفي اللي بيحصل سبيسيفيكالي لو عيان مثلا عنده سيروزس او لو طفل صغير عنده باد كاري. الكلام ده دي يعني طرق متعارف عليها او ارقام معروفه يعني عالميا، لكن في حاجات بقى براكتيكال اللي هي برضو معلومه على الرايت على الليفت على الكوديت. الرايت لوب لو لقيت الانفيرو مارجن بتاعه مش شارب بوينتد، هي المفروض شارب بوينتد حاده جدا، لو لقيناها راوندد غالبا الليفر ده انلارجد غالبا. لو لقيناها معديه الانفيرو مارجن بتاع الكدني او الانفيرو بول المفروض الاثنين مع بعض برضه هنقول غالبا انلارجد، بس طبعا ليها شويه بيت فولز ان ده ممكن يكون رايدلز لوب، ساعتها نبص على الليفت لوب نورمال سايز ولا لا. في مشكله تانية ممكن الكيدني تكون سمول سايزد او هايبوبلاستيك او اتروفيك، ساعتها الانفيرو مارجن بتاع الليفر هتعديها، وممكن يكون العكس ممكن الكيدني تكون نفرو يعني انلارجد نتيجه بورتال رينال بين ثرومبوزس بايلو نيفرايتس او يكون فيها نيفروتوزس. تمام فنخلي بالنا ايه من البيت فولز. الليفت لوب قلنا برضو المفروض يكون شارب بوينتد، لو لقيناه راوندد انفيرو مارجن ده علامه من علامات الانلارجمنت سبجكتيف. طيب ممكن يكون الليفت لوب انلارجد والرايت شانكن، ممكن لو العيان سيروتك ساعتها نحتاج لمين للكوديت لوب، او ممكن يكون الرايت لوب فيه اتروفي تمام نتيجه كولانجيو كارسينوما ضرباه، او ممكن يكون الرايت لوب هايبوبلاستيك بالذات الانتيرو سيجمنت زي كما في التشيلاديتي سيندروم. طيب يبقى قلنا الكوديت لوب بنحتاج له لو حصل عندنا لوبر ريديستريبيوشن. في سبجكت برضو رول للكوديت لوب هنعرفها في الصوره بعد كده، ان المفروض ما يعديش المارجن بتاع الليفر، لو لقينا في اليمنت اوف كونتور بلج او بلجنج بره المارجن بتاع الليفر بياند الكونتور دي علامه من علامات الانلارجمنت بتاعه الكوديت لوب، وقلنا ده ايه غالبا بيكبر. لو في ديزيز افكتنج الليفر بالكامل الليفر ممكن يصغر او يريديستريبيوت وهو الكوديت يبدا يكبر ككومبنساتوري هايبرتروفي زي حالات السيروزس والباد كاري، ده لان له ديفرنت بلاد سبلاي عن باقي اللوبس بتاع الليفر. طيب دي هنا الموقع بتاع الكوديت لوب. فين الكوديت لوب؟ الكوديت لوب لوكيتد بوستيريورلي فار بوستيريورلي بيهايند الليفت لوب، دي عندنا ال اس ودي عندنا تي اس، وقلنا بيقع ما بين خليها في التي اس الاي في سي هيبقى ورا البورتال فين والليجامنت الفينوزم قدام، وهو ده مش معدي الكونتور بتاع الليفر. وهنا بال ال اس ده كده ليجامنت الفينوزم ادي الكوديت لوب، وقدامه هنا الليفت لوب وادي فيه الليفت هيباتيك فين برضه مش معدي الكونتور بتاع الليفر، لكن غالبا لما بيحصل له انلارجمنت غالبا هتلاقيه بلجنج بيوند الكونتور هنا في ال اس وهنا واضحه جدا في التي اس. ساعتها نقيس الدايمتر بتاعه هوريزونتال كده او ترانسفيرس على الرايت لوب ونبدا نحسب البرسنت بتاعتنا اللي هي 65%، بس غالبا سبجكتيفلي سبجكتيفلي لو لقيته بلجنج تمام دي علامه من علامات الانلارجمنت. طيب في بعض البيرلز كده ايه نقول عليها اللي هي قلناها قبل كده، لما الاقي المارجن راوندد لما الاقيها معديه الكدني دي علامه من علامات ايه السبجكتيف رولز اوف انلارجمنت، زي العيان ده عندك كان طفل صغير الانفيرو مارجن بتاع الليفر معديه اللور بول بتاع الكدني الانفيرو مارجن راوندد، بس تعال نشوف القياس 14 سنتي 14 سنتي تحس ان هو مش كبير تمام، بس خلي بالك ده طفل صغير. يعني ايه طفل صغير؟ يعني المقاسات مختلفة. في الادلت انا بقول انه ميجرنج كذا سنتيمتر ات ذا رايت ميكالفيكولر تمام وخلاص، لكن في تشايلد
ميجرنج كذا ما بين قوسين النورمال للايدج الرينج بتاعه مثلا من 10 ل 11 ونص مثلا، يبقى 11 ونص وهو اي 14 يبقى ده انلارجد فور كورسبوندينج ايدج. فلذلك مهم عندي في الاطفال ان انا احط الرينج بتاعي، وفي اخر التقرير كده نحاول نحط الريفرنس بتاعك انت جايبه منين. يعني انا مثلا شغال بالامريكان جورنال اوف ريدولوجيست، تمام اوكي. فدي اول نقطه عن السايز. النقطه الثانيه عن الشيب. الشيب هنعلق على ثلاث حاجات: الايكو تكستشر، الايكو جينيسيتي، والسيرفيس او الكبسول بتاع الليفر. ناخدهم واحده واحده. الايكو تكستشر، نورمالي الليفر كله لازم يكون نفس الديجري بتاع الايكوز، هوموجينس يعني انترميديت ليفل ايكوز، كلها تقريبا نفس درجه الجراي، تمام. طيب انتوا لو خدتوا بالكم انا مستخدم هنا انهي بروب، دي صوره ريكتانجلر، ده اللينير بروب، برضو الكونفكس هيجيبها كويس قوي، بس لو شكيت هو ده كورس، هو ده فاين كورس ولا جرانيول، الالفاظ بتاعت التقارير دي نعمل ايه؟ استخدم اللينير هيبينه لك كويس. يعني ده هنا مختلف تماما عن هنا، ده هنا بقى ايه؟ كورس ايكو تكستشر، تمام، اللي هي فيها سنه هيتروجينيت، في حتت سودة، في حتت بيضة، تحس ان في مايكرو نودولر ابيرنس، تمام. فلو شكيت نستخدم اللينير بروب ونزوم الايمج. تاني نقطه الايكو جينيسيتي اللي هي درجه البياض بتاعه الليفر. نورمالي الليفر سلايتلي برايتر او سلايتلي هاير ايكو جينيسيتي عن الادجيسنت رينال بارينكما، مش الكدني ككل، لا الرينال بارينكما. ليه انا قلت رينال بارينكما ما قلتش كورتكس ومظله؟ لان ممكن نورمالي في الادلت انا ممكن ما افرقش الكورتكس من المظله، فاللفظ الاوقع يبقى عندنا الرينال بارينكما، هو افتح منها سنه، لكن لو انا افتح منها كتير ده اللي بنسميه برايت ليفر، اللي اشهر اسبابه الفاتي انفلتريشن، تمام. طيب في مشكله ممكن تيجي عندي لو انا ما عنديش كدني، يعني مثلا ايه ابسنت اكتوبيك، او لو الكدني دي نيفروباثيك، طب ما هي هتزيد الايكوجينيستي، مش هقدر احكم عليها، احاول احكم على حاجه تانيه زي السبلين. تقول لي سبلين الناحيه التانيه وماله؟ اقسم الصوره نصين، او في بعض الناس ممكن اشوف جزء من الليفر على السبلين لو فيه هيباتوميجالي، او لو الليفت لوب اللارجد ولف حوالين السبلين، ساعتها المقارنه بين الاثنين ان النورمال ليفر سلايتلي داركر عن السبلين، يبقى هو سلايتلي برايتر عن الادجيسنت رينال بارينكما، سلايتلي داركر عن السبلين، اوكي. علاقته بالبنكرياس طبعا بتختلف حسب الايدج، لان البنكرياس بيبقى مسود مع السن الصغير ويبدا يبيض نتيجه الفات انفلتريشن مع السن الكبير. فنورمالي الليفر سلايتلي لور عن البنكرياس، ده طبعا ايه في الادلت او في التشيلدرن. طيب الكبسول، الكبسول بتاع الليفر انا ممكن ما اشوفوش حلو بالكونفكس، ممكن استخدم له لينير، او الافضل اللينير او المايكرو كونفكس، طبعا اللينير هو الافضل، لازم يكون سموث مش ويفي مش نودولر مش الريجولر لايك ذيس وان او ذيس وان. طبعا انا شفته هنا السيرفيس بتاعه كويس قوي، لان في هنا ريم اوف اسايتس هو اللي موضحه لي، يعني في اسايتس وفي ايريجولاريتي وفي كورس تكتشر، خلاص ده كله ايه ماشي ناحيه السيروزس. فالافضل ان انا اعلق عليه باللينير بروب، حاول تزود الفريكوانسي، انا هنا بقى مش عايز بنتريشن، عايز ريزوليوشن، وادجاست الفوكال زون على الكبسول، دول الاثنين بتوع الريزوليوشن. طيب في نقطتين هنا مهمين. النقطه الاولانيه لو العيان ده اونكولوجي، يعني مثلا واحده جايه بكانسر بريست، لازم نستخدم اللينير بروب على الليفر. ما يقول لك ايه اعمل لي سكان لليفر ميتاستاس، لو استخدمت الكونفكس بس ممكن امس الميتاستاس الصغيره، ممكن اشخص الليفر ده ان هو سيروزس وفي الاخر يطلع سودو سيروزس نتيجه مايكرو انفلتريشنز. اشهر مكان اول مكان بيبقى انفلتريت بالميتاستاسيس، الميتاستاسيس بتروح مع البلاد بس لغايه اخره، يبقى الساب كابسولار ريجون. فمهم في عين الانكولوجي ان استخدم اللينير بروب على الساب كابسولار ريجون. نفس الفكره برضو نقطه ثانيه، عيان تروما عملت له فاست سكان ولقيت مينيمال فلويد، اعمل ايه؟ استخدم اللينير بروب على الكبسول بتاع الليفر وعلى الكبسول بتاع السبلين، والسبلين لو ما عرفتش توصل له استخدم المايكرو كونفكس او التي بي اس عليه انتر كوستال. لازم ابص على الحته بتاع الكبسول، لان ده ممكن يجيب لي ايرلي كابسولار ديسربشن، سب كابسولار هيماتوما، لاسيريشن، الكلام ده هيبان كويس قوي باللينير برو.
فمهم في عيان الأونكولوجي أو التروماتيك إن أنا أستخدم اللينير بروب. ده كده ال هوموجينس ايكو تكستشر نورمال ايكوجينيستي سلايتلي برايتر عن الادجيسنت رينال بارينكيما. طيب ايه بقى الليفر اللي بيلف حوالين السبلين؟ نورمال ليفر ما بيوصلش لغايه الليفت يعني هايبوكوندر ريجن، لكن ساعات بيبقى الونجيتد ويلف حوالين السبلين، بنسميه بيفر تيل ليفر. طيب ما هو ممكن لو واحد شاف المنظر ده وكان دي حاله تروما يقول لك ده السبلين ودي كده سب كابسولر هيماتوما. الموضوع بسيط خالص، حط عليها كالر دوبلر هتلاقي هنا البورتال فيسلز، تمام، بورتال تريات وفي كالر. وقلنا نورمالي المفروض الايكوجينيسي بتاع الليفر سلايتلي داركر عن السبلين، تمام، فياريت نعرف المعلومه دي كده على جنب. بيفر تيل ليفر او اسمها سيلفر اوف ذا ليفر. طيب تالت نقطه في الاسسمنت، احنا خدنا كده ايه السايز الشيب، الشيب قلنا فيه ثلاث حاجات ايكو تكستشر ايكو جينيسيتي اند سيرفيس او كبسول. السكان، السكان دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، ودي يعني المفروض نواب الاشعه الطبيب مقيم الاشعه يقعد يدرب نفسه عليها في بدايه نيابته او حتى بعد ما سمع الفيديو ده يدرب نفسه عليها مثلا بتاع شهر شهرين في كل العيانين، في كل العيانين. لو انت في بدايه نيابتك ما تهتمش انك تجيب الباثولوجي في الاول، حط السيستم الاول، لان انت كده كده مش هتعرف تشتغل في بدايه حياتك غير لما مش تخلص الفيرست. الصح انك تخلص السكند ايا كان بقى زماله ماستر، لان السكند هو اللي فيه الميجر باثولوجيز. لو انت افتكرت نفسك بتشتغل كويس بعد ما اتعلمت ابدومينال الترا ساوند وبجيب فاتي ليفر وسيروزس، انت كده هتمس كتير جدا من الباثولوجيز، فيا ريت ما نستعجلش. باك للمحاضره بتاعتنا السكان. طبعا لما بنقول انا بعلق على الشيب بتاع الليفر عشان اجيب الديفيوز ليفر ديزيز، انا بعمل سكان للليفر عشان اجيب الفوكال ليفر ديزيز، سوليد ليجن، سيستيك ليجن، فاسكولار ليجن، وهكذا. الليفر اتقسم بواحد اسمه كلينود، قسمه الى سيجمنتس. زمان كنا نعرف ان الليفر متقسم الى ليفت لوب ورايت لوب، وكان بيقول لك ان التقسيمه بين الاثنين هو الفالسي فورم ليجمنت او ليجمنت انتيريس، ده فولد من البريتونيوم. طبعا الكلام ده مورفولوجيكالي فانكشنالي مش صح. الصح دلوقتي ان الليفر بيتقسم بحاجه اسمها برنسبال لاين، الخط الاساسي اللي بيقسم ليفت ورايت. الخط الاساسي ده بيعدي 4 سنتي تو ذا رايت اوف فالسي فورم ليجمنت، وبيجري فيه بعض الاستراكشرز زي الميدل هيباتيك فين. طب تعالى نقول بقى ايه اللي بيقسم الليفر؟ الهيباتيك فينز والبورتال فينز. الهيباتيك فينز ده يا جماعه الاي في سي، الاي في سي بيدرين فيه 3 هيباتيك فينز، الرايت الميدل الليفت، تمام. فالبرنسبال لاين اللي هو بيقسم الليفر الى ليفت لوب ورايت لوب بيجري فيه الميدل هيباتيك فين، يبقى ده لاند مارك كويس جدا بالصور. طيب البورتال فين، البورتال فين بيدخل عند البورتا هيباتس في نص الليفر ويتقسم الى ليفت ورايت بورتال فينز، وكل ما فوق البورتال فينز البورتال فين بايفوركيشن ده هيبقى سوبيريور سيجمنتس، كل ما تحتيهم انفيريور سيجمنتس. الليفل ده لو شفت عليه فوكال ليجن ساعتها انا مش هقدر اقول ده فوق ولا تحت، فممكن احط الاثنين سيجمنتس على بعضهم. طيب نرجع تاني للهيباتيك فينز، احنا قلنا رايت وميدل وليفت. الميدل بيقسم الى رايت وليفت. طب الرايت هيباتيك فين بيقسم الرايت لوب الى انتيريور سيجمنتس وبوستيريور سيجمنتس، وهنا البورتال بيقسمهم لسوبيريور وانفيريور. طيب الليفت بيقسمهم لايه؟ لاترال سيجمنتس على البريفري بتاع الليفر وميديال سيجمنتس. بعد كده نحط لهم ارقام، دي انهي سيجمنت؟ دي كده السوبيريور سيجمنت، اللاترال سيجمنت يعني سوبيرو لاترال بتاع الليفت لوب هنسميها 2، ودي بقى الميديال سوبيريور، ودي الانتيريو سوبيريور، ودي البوستيريو سوبيريور. 2 ضاعف 4 ضاعف 8، بعد كده 7 اب، 2 4 8 7. تحت بقى سهلين، 3 4 5 6، 3 4 5 6. ليه انا ما غيرتش رقم 4؟ لان دي كلها على بعضيها اسمها كوادريت لوب، فبنسمي هنا 4 A و 4 B، يبقى تاني 2
أربعة إي تمانية سبعة، تلاتة أربعة بي خمسة ستة. يبقى دول السيجمنتس بتاعت الليفت لوب ودول بتاع الرايت لوب. يبقى واقعيا كده الفالسي فورم ليجامنت بيقسمهم إلى إيه؟ لاترال سيجمنت بتاع ليفت لوب وميديال سيجمنت بتاع ليفت لوب، ومش هيقسمهم من فوق، لا ده هيقسمهم من تحت. الفولت بتاع البريتونيوم ده اللي هو الفالسي فورم ليجامنت بيبقى فيري ثيك تحت اللي هو اسمه ليجامنتم تيرس، فده فيري جود لاند مارك على الانفيريور سيجمنتس. طبعا السوبيريور سيجمنت هيقسمهم بايه؟ احنا عندنا الليفت هيباتيك فين اهو، هيقسمها ايه؟ لاترال وميديال في السوبيريور بارت، لكن تحت الفالسي فورم ليجمنت او الليجامنتم تيريس هيقسمهم الى ايه؟ لاترال وميديال تحت او ثلاثه واربعه. هتقول لي انت بدات هنا العد من اتنين، تمام، وكان هنا اكبر واحد اللي هو تمانيه، امال فين واحد؟ واحد اهي ورا خالص اللي ليها سيبرت بلاد سبلاي، تمام، اللي هي الكوديت لوب اللي هي بتبقى مينلي مينلي ورا الليفت لوب. طيب انا دلوقتي هجيب ثلاثه ليفلز، ليفلز هاي وليفل ميد وليفل لو، تمام، ونفتكر من تاني البرنسبل لاين اللي هو بيقسم الليفر الى رايت وليفت قلنا بيجري في مين؟ في الميدل هيباتيك فين، ده عندنا يا جماعه الاي في سي، ده الديافرام، يبقى ده ناحيه اليمين، ده الرايت هيباتيك فين، الميدل هيباتيك فين، الليفت هيباتيك فين. يبقى انا كده فين؟ في السوبيريور بارتس بتاع الليفر، يعني بيتقسموا لايه؟ 2 4 اي 8 7. لا اسميهم لي الله يكرمك. حاضر، ده كده الليفت لوب، دي اللاترال سوبيرو سيجمنت، ودي الميديال سوبيرو سيجمنت، وده كده الرايت لوب، هيبقى ده الانتيريور سوبيرو سيجمنت وده البوستيريور سوبيرو، تمام. لو نزلت تحت سنه هتلاقي في خط ابيض بيوصل الجول بلادر للاي في سي، ده اسمه المين لوبر فيشر. اجين المين لوبر فيشر بيجري في البرنسبل لاين، تمام، بس يبقى تحت سنه، تحت سن يعني انهي مستوى؟ ده تقريبا الميد ليفل اللي هو بيتقسم في البورتال الى ليفت ورايت. وعايزين نقول معلومه مهمه نفرق بيها الهيباتيك فينز من البورتال فينز. البورتال فينز الوول بتاعها ثيك والهيباتيك الوول بتاعها ثين، فلذلك امبرسبتبل، انا ما بشوفش تقريبا الوول بتاع الهيباتيك فينز الا لو الالترا ساوند وقع عليه بيربنديكولار، لكن هنا اوبليك. لكن الوول بتاع البورتال فينز بشوفه الا لو الالترا ساوند وقع عليه هنا بارلل، بقى بارلل ليه مش هشوف الوول. هتقول لي ليه الوول بتاع البورتال ثيك؟ لان ده بورتال تريات، يعني في بورتال فين برانش، ده اللي انا شايفه، هيباتيك ارتري برانش ما بشوفوش، وبيليري وبايل داكت برانش برضو ما بشوفوش، هم دول المسؤولين عن الوول يظهر تخين. دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه ان الهيباتيك فينز بتمشي ما بين السيجمنتس، لذلك اسمها انتر سيجمنتال كورس. فلذلك لو شفت الهيباتيك فين ده اللي هو الرايت، يبقى ده هيبقى الانتير وده هيبقى البوستير. لكن البورتال فينس برانشز بتمشي انسايد السيجمنتس، يعني ده كده عندنا الرايت، ده كده الانتيرور بورتال، وده البوستيرور بورتال، يبقى ده جوه السيجمنت، تمام، مش ما بين السيجمنت وبعضيها، فدي اسمها انترا سيجمنتال، لكن ده انتر سيجمنتال. فلذلك ده كده عندنا الرايت، تمام، وده الميدل، يبقى دي كده الانتيريور سيجمنت، الحدود بتاعتها الميدل والرايت، لكن ده بقى البورتال، ده الانتيريور بورتال، تمام، انتر جوه السيجمنت، انترا سيجمنتال، تمام، يبقى ده ما بين السيجمنتس انتر سيجمنتال، وده جوه السيجمنتس انترا سيجمنتال، ده الهايست ليفل. احنا قلنا نزلنا، ده بقى المين بورتال فين، وده هنا التقسيمه بتاعته الى ليفت ورايت. انا كده في الميد ليفل مكان التقسيم، لذلك هتقول لي دي انهي حته؟ ده كده رايت لوب، ده كده الانتيرو سيجمنت، وده البوستيرو سيجمنت، طب دي الانتيرو سوبيرير ولا انتيرو انفيرور؟ مش عارف، تمام. فساعات لو شفت ليجن في الحته دي، تمام، انا دلوقتي بقسم التقسيمه كلها يا جماعه بالترانزفيرس بالاكسل، تمام، لكن في طبعا بالساجيتال كورونا وهكذا، فخلينا في الاكسل عشان الدنيا ما تصعبش. يبقى دي كده الانتيريور سيجمنت، تمام. طيب هل دي مثلا 8 ولا هل دي 5؟ مش عارف، مفيش مشكله، قول الفوكال ليجن ده موجود في الانتيريور سيجمنت بتاع الرايت لوب 5 شرطه 8، نفس الكلام هنا مثلا 6 شرطه 7 وهكذا، تمام. طيب اللور ليفر، اللور ليفر نزلت تحت خالص،
النورمال يا جماعة فوق الاي بي سي. تعال نرجع كده خطوة. الاي بي سي تقريبا هنا بيبقى انتر هيباتيك، جزء منه جوه الليفر متحوط بليفر تيشو، لكن تحت خالص الاي بي سي خرج بره الليفر. يا تمام، هنا اي بي سي خرج بره الليفر. يا تمام، فده هنا الاورتا وده الاي بي سي. فلما تلاقي الاي بي سي خرج بره الليفر انزين انت تحت خالص. لما تلاقي البنكرياس ظهر اذا انت تحت خالص. لما تلاقي الكيدني ظهرت اذا انت تحت خالص. تحت دي معناها ايه؟ انا في اللور سيجمنتس. طب تعالى اديني لاند مارك. لو دي مثلا جزء من الجول بلادر وده كده الاي بي سي، فده كده ممكن يبقى نتخيل ان البرنسبل لاين هيعدي هنا، يبقى كل ما هو هنا ليفت كل ما هو هنا رايت. تمام، ايه بقى الايكوجينيك فوكس دي والايكوجينيك فوكس دي؟ هو ده الليجمنتم تيريز او الفالسيفورم ليجمنت. اذا كل ما هو هنا لاترال سيجمنت وهنا ميديال سيجمنت وهنا تحت خالص، يبقى دي لاترال انفيرير ودي لاترال ودي ميديال انفيرير، يعني دي 3 ودي 4 بي. تمام اوكي، فين سيجمنت واحد؟ سيجمنت واحد ورا الليفت لوب بتتحوط بيه اي في سي بورتال فين اند ليجامنتم فينوس. يبقى ده كده ايه؟ سيجمنت واحد او الكوديت لوب في تي اس فيو. تمام، تاني انا كده فين؟ في السوبيريور اسبكت بتاعت الليفر. ده الاي في سي رايت وميدل وليفت هيباتيك فينس. يبقى هي الميدل ده هيقسم ايه؟ كده ده الرايت، هنا الانتيريور وهنا البوستيريور، وكده الليفت، هنا الميديال وهنا اللاترال. سام تايمز يا جماعه بيحصل كومن ترانك كده للليفت وللميدل، مفيش اي مشكله، والرايت بيخش لوحده. واذرز اذر تايمز يعني ممكن تلاقي كل واحد داخل لوحده. ساعات بشوفهم على نفس الليفل وساعات بشوفهم في ليفلز مختلفه، يعني دول مثلا تحت شويه الليفل ده او فوق شويه. طيب يبقى دي كده سيجمنت كام؟ انا فوق 2 4 اي 8 7. طيب لما نزلت تحت بدا الفالسي فورم ليجامنت يتكون. تمام، هنا الاي في سي وده جزء من الميدل هيباتيك فين. يبقى هنا هرسم اللاين ده كده تخيلي، وده كده انا شايف، وده بيقسم لي لاترال وميديال، وده كده هيبقى انتيريور وبوستيريور. تمام، طيب عايزين نفتكر ان الدوم بتاع الليفر بتتعمل بسيجمنت 8 اللي هي اعلى حته من الليفر. الليفل اللي في النص هنا البورتال فين اتقسم الى ليفت ورايت، بعد كده الرايت اتقسم الى انتيريور وبوستيريور. تمام، ده كده البورتال وده كده ايه؟ الهيباتيك داكتس الرايت والليفت. البورتال في جزء من الليفت بورتال بيجي كده لقدام، يعني ده كده ليفت بورتال، وده اسمه اسندنج برانش او اسمه امبليكال برانش اوف بورتال. ده الجزء الوحيد من البورتال اللي بيمشي ما بين السيجمنتس، بعد كده كل البورتال بيمشي انترا سيجمنت جوه السيجمنتس. الجزء ده بيمشي فوق الفالسي فورم ليجمنت بالظبط، يعني كل ما هو هنا لاترال كل ما هو هنا ميديال. بعد كده الجزء ده اللي هو الامبليك هيتقسم الى ميديال. تمام، ده رايح للكوادريت لوب، وواحد هنا هيروح فوق شويه لاترال سوبيريور، واحد هنا هيبقى تحت شويه لاترال انفيريور. دي بتعمل لي كده حاجه زي حرف الاتش، بيسموها ريكامبنت اتش.